لكن في السؤال الإبداع والتفكير، الإبداع والتفكير شيء جيد، بس خلينا نكون واقعيين. يعني لو صار عندنا ميزان، هل الإبداع يأتي من الجهد ولا من الفكرة؟ بنعطي مثال. يبيك تجي يزبط لك الصوت. أيوه أسلم. يعني هل الإبداع هو جهد؟ جهد. حسب أديسون المخترع، بعطيك بقصة الكهرباء. حلو. يقول 99% من الإبداع جهد، ترى الفكر 1%. يا سلام. وش قصة هذا؟ وهذه قصة فعلا هي يمكن تلخص المجال الحلقة كلها. هو طالب في أمريكا في 1917، يعني حوالي 160-165 سنة، وكان يدرس، وكان ترى أنا قرأت السيرة حقته، كم هو كان الطالب النبيه، وكان يعني حتى المدرسين يعني كان في صعوبة في التعلم عنده، يشتكون منه. أيوة، ويشتكون عنده. بعد فترة وش اللي صاير؟ أعتقد ما كمل الابتدائي أو كذا، طلعوه المدرسة، جت أمه وعطته دفعة قوية، يعني بدأت تعلمه بالأصول الإنجليزية والعلوم، يعني بذلت جهد كبير. بعد فترة حالة الأسرة عندهم ضعفت شوي، اشتغل في القطار يبيع صحف ومجلات، وبرضه ما عجبه الوضع وراح يشتغل في شغلة ثانية حقت بريد وما بريد. طبعا وش سوى؟ سبحان الله العظيم، اللي حسب ما اطلعنا عليه يقول كانت أمها يعني تعبة شديد جدا يعني. المهم راحوا للطبيب، راح للطبيب وكان في الليل، وقرر له بيسوي عملية، لكن قال للطبيب أنا والله ودي أسوي عملية، لكن كان عندهم زي السرجة وكذا، يقول ما لازم ننتظر النهار على أساس من عام 19، يعني من إضاءة، عشان إضاءة. إضاءة. وكان يعني في كربة وتعب، يعني ما كان إمكاناته ترى الذهنية قوية، وجاء كآبة وجاء حزن كبير. قال أنا يعني قال مو معقول العالم يتوقف على الشغلة هذه، ويقول سبحان الله بدأ يسوي بعد الحادثة هذه، بدأ يسوي كثير من التجارب، وأخذ كثير من الأدوات والتعليم. يقول سوى أكثر من 900 تجربة. بعد 999 اخترع، وصل تجربة كيف أضاء جميع الآن اللي في الصالة هنا، المصباح هو اللي اخترع. بعد الجهود 900 محاولة اخترع المصباح الكهربائي. سن. وش الشاهد للحديث هذا؟ وش الهدف منها؟ اللي نرجع للجهود، انه الآن انه مشكلتنا في حل المشكلات، او بنفكر في تفكير معين، ندرس معين، او نسوي كذا، نشتغل مرة او تمرين رياضي او كذا، مره مرتين نمل. تبغى تشتغل تشوف طريق زحمه تقول نمل، صح ولا لا؟ كرر مره ثنتين ثلاثه. يستفاد من هذا انه العمل والجهد هو اساس الابداع والابتكار. ولا احد يقول يمل، انا اشتغلت مره مرتين ثلاث، حاول مره ثنتين ثلاث اربع، وكثر محاولاتك تعطيك تجربه وخبره. قد يكون هذا احد المداخل في احد حل مشكلته، هو عمليه الجهد والابداع. لأن كثير حقيقة من في كثير الآن يقول أنا أبغى أصير حياة مستقرة، بيت هادي، دخل جيد، صح ولا لا؟ طيب أنت سويت، تغيرت ولا لا؟ حاولت ولا لا؟ هذه الأسئلة، وبعدين عاد نكمل النقاش. جميل. طيب أبغى